مشاهدينا ومشاهدي في الجول، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج وان اون وان. معانا النهارده واحد من رؤساء الانديه المصريه المميزين، صاحب رؤيه واستراتيجيه مختلفه، استطاع في موسم 2016 بالتحديد ان يضع نادي البنك الاهلي في مصاف الانديه الكبيره بين انديه الدوري المصري. معانا النهارده سياده اللواء اشرف نصار. اهلا بيك يا سياده اللواء، مشرفنا ومنورنا. اهلا بيك يا حامد، متشكر جدا ومنورنا في نادي البنك الاهلي، والحقيقه فرصه سعيده جدا ان انا التقي بيك من خلال الموقع، وان شاء الله باذن الله كده نكون ضيوف خفاف على المشاهدين. ده الشرف ليا طبعا، وموقع في الجول اللي احنا موجودين هنا في البنك الاهلي. اتفاجئت ان نادي البنك الاهلي متاسس من 1951، ده يعني بالنسبه للانديه في مصر طبعا يعني داخلين موجوده في الدوري المصري 73 سنه بالظبط كده. فاحنا عايزين نعرف بقى حضرتك في ولايتك في 2016 ايه اللي حصل بقى البنك الاهلي معاك، خاصه ان كان البنك الاهلي في دوري الدرجه الرابعه، ايه اللي عملته، وخاصه ان انا وانا موجود في النادي قبل ما نعمل حوار برضو منشآت في فرق تانية مش فريق كره بس، لا في طايره، في باسكت، في كره نسائيه، في كل حاجه. طبعا الحمد لله احنا تولينا انا وزملاتي اعضاء مجلس الاداره تولينا مسؤوليه في 2016، وكان يمكن اياميها المجلس الاداره بتاع النادي بالتعيين، فاخذنا سنه بالتعيين، وبعدين صدر قانون الرياضة 71 لسنة 2017 اللي هو لغى التعيين في مجالس إدارات الأندية. فعملنا بقى طبعا لائحة خاصة بينا واتنشرت في الجريدة الرسمية، وعملنا انتخابات وفقا للائحة الجديدة بتاعت نادي البنك الأهلي، وتولينا المسؤولية بالانتخاب في 2017. خدنا دورة بقى من 2017 ل 2021، وبعدين جددنا دورة تانية من 21 ل 25 إن شاء الله. ايه بقى ابرز يعني، او تفتكر كده وانت قاعد دلوقتي كده وعامل ملعب ودنيا مختلفه في النادي، بتشعر بايه؟ يعني حسيت بايه الفرق ما بين 2016 و2024 دلوقتي النادي في الدوري المصري؟ هل كان في حد مصدق الحلم ان انت تصعد اصلا بالبنك الاهلي للدوري الممتاز؟ طبعا لما تولينا مسؤوليه يعني حطينا خطه يعني في كل المجالات ان احنا نشتغل عليها. كان عندنا المجال الرياضي، وكان عندنا مجال الخدمات المقدمة للأعضاء، وكان عندنا مجال بتاع تطوير المنشآت. الحمد لله اشتغلنا في الثلاث مجالات وقدرنا نحقق فيهم إنجازات. من ضمن الإنجازات طبعا في المجال الرياضي الحمد لله الصعود من الدرجات الأدنى الرابعة والثالثة والثانية للدوري الممتاز في موسم 2021 بعد يمكن 3 سنين أو 4 سنين من تولينا. أول ما صعدنا للممتاز ما كانش فيه الصرح اللي موجود اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي ده، الاستاد نادي البنك الاهلي الحمد لله اشتغلنا عليه في اول موسم. كنا مستاجرين نادي استاد الشرطه في العباسيه في اول موسم لينا لغايه ما خلصنا المبنى هنا والملعب، والحمد لله قدرنا ان احنا يعني قعدت ملعب في خلال قد ايه؟ سنه اللي هي السنه الاولى. السنه الثانيه كنا موجودين هنا في الـ في الـ في المكان بتاعنا بيتمرنوا هنا، و والغرف اللبس وكل الفريق. لو حابب ان انت على طول شغال على طول طبعا، لان حضرتك برضو انت لما بتتمرن في النادي بتاعك بتحس يعني بيزود الانتماء وبيزود الاحساس بالمكان وبالنادي يعني، وخاصه زي ما حضرتك يعني شايف المكان يعني على مستوى عالي جدا في كل المجالات، سواء غرف اللبس او المدرجات او الملعب نفسه. والحمد لله يعني ده كان من ضمن احلام مجلس الاداره اول ما جينا، وطبعا اول ما جينا الزملاء مجلس الاداره يعني كلنا على قلب الرجل واحد، وده اللي خلانا الحمد لله حققنا انجازات في اوقات قياسيه، وبدعم طبعا من اداره البنك العليا. ما كناش نقدر نعمل اي حاجه بدون الدعم بتاع البنك وبتاع مجلس اداره البنك برئاسه الاستاذ هشام عكاشه والاستاذ يحيى الفتوح، والحمد لله بدانا نحط نفكر بجديه في الصعود، وبدأنا نشوف ايه اللي هو مطلوب للصعود. بدأنا ان احنا يعني كان في اياميها بعض المدربين يعني عندهم خبره كويسه في الدرجات دي في تصعيد فرقه يعني، واستقرينا اياميها على الكابتن عيد مرزيق، اشتغل معانا يمكن موسمين او ثلاثه وصعد بينا، هو اللي صعد بينا. وبعد كده بدأنا بقى في التدعيمات بتاعه الفريق، وخاصه ان زي ما حضرتك اتفضلت وقلت يعني انا مش نادي كره قدم، انا عندي 15 لعبه ألعاب فردية وألعاب جماعية ومحقق فيها بطولات فعلا. يعني عندنا الباسكت أنسات في الدوري الممتاز، عندنا كرة قدم نسائية في الدوري الممتاز، عندنا الفريق الأول،
عندنا فريق كره اليد متميز جدا في نادي البنك في اسكندريه. الكره النسائيه مع اشرس اللي هو يعني موجود في الفرقه موجود من ساعه ما صعدنا ويمكن كان في الموسم اللي فات او اللي قبليه احنا كنا مفنشين في المركز الرابع. وعندنا باسكت، عندنا فولي، عندنا هاندبول، جميع الالعاب يعني. عندنا لاعب ان شاء الله الاسلام رضا، يعني من اللي هو القادرون باختلاف ان شاء الله، مشارك في اولمبياد باريس ان شاء الله، وفي برضه لعيبه تانية في السلاح. لو اشرف بقى الموسم الحالي كان بيحلم بايه؟ طبعا احنا بعد ما يعني السنه اللي فاتت ما كانتش الدنيا كويسه قوي بالنسبه لنا، ويمكن جبنا المدرب بابا فاسيليو في نص الموسم وقدر ان هو يعبر بينا الموسم ونستمر في الممتاز. ومن بدري جدا اشتغلنا في الموسم الجديد على اساس ان احنا يعني يبقى عندنا فرصه في الموسم الجديد ان احنا نحقق مركز. فجددنا للجهاز الفني، عملنا التدعيمات اللي هو كان طالبها ب 100% وبدانا فتره اعداد بدري، عرفنا طلباته ايه بالنسبه للتدعيمات كمراكز واسماء وعملناها بنسبه 100%. كل ده اللي خلانا نبدا فتره الاعداد في توقيت مناسب، وبالتالي كانت كل العوامل بتشير ان انت ان شاء الله تبدا بدايه قويه وتحقق مركز. يمكن احنا يعني كنا عشوانين في مركز من مراكز السته الاولى يعني. تمام، لو هتروح كونفدراليه او افريقيا على الاقل تقرب. تمام، لكن طبعا يعني فوجئنا على غير المتوقع بخمس هزايم متتاليه في بدايه الموسم. كانت صعبه علينا جدا وعملت احباط يمكن للعيبه وللجهاز الفني، وده اللي خلانا ان احنا بعد الموقف ده ان احنا نغير الجهاز الفني ويمكن نجيب الكابتن طارق مصطفى. طموحاتنا ما اتغيرتش قوي، ولكن يعني بمرور الوقت برضو يعني بدانا نبقى اكثر واقعيه، ويعني برضو لغايه دلوقتي انا لسه كنت قاعد مع اللعيبه بعد ماتش انبي وقلت لهم احنا لسه عندنا 13 ماتش ب 39 نقطه مع عدد النقط اللي عندنا ممكن برضو يودينا في حته ثانيه، بس المهم ان احنا يعني نشتغل على المكسب في كل المباريات اللي جايه. ان شاء الله بنتعشم ان احنا يعني مبدئيا نخرج من المنطقه بتاعه الصراع على المراكز الاخيره، وان شاء الله برضو يعني بنحقق مركز نسبيا كويس السنه دي، تمهيدا ان احنا باذن الله يبقى السنه الجايه في شغل تاني وطموح جديد. في فتره بابا فاسيليو كان كابتن محمد عبد الواحد طلع في تصريحات تلفزيونيه وقال ان كان في سحر وشعوذه في اوضه اللبس. ايه بصحه الكلام ده؟ ايه بقى؟ طبعا يعني انا يعني المفروض يعني ان هو الكلام دوت والا زي ما كان يبقى في سحر وشعوذه للعمل ضد كان ممكن يبقى في سحر وشعوذه للعمل معه، وبالتالي لو المبدا ده موجود ما كانش الفرقة خسرت وكان الفرقة تبقى يعني ماشية بالمبدأ ده. لكن طبعا هو يمكن يعني هو لقى ان دوت تفسير يمكن للخمس هزايم المتتالية اللي حصلوا للفريق في بداية الموسم، رغم ان كانت كل الدلائل بتشير ان احنا يعني هنبدأ بداية قوية يعني. طب شايف من وجهة نظرك كانت الخسارة دي سببها ايه؟ البداية كمباراة بداية مهمة جدا جدا، وانا اتكلمت معاهم مع اللعيبة والجهاز الفني قبل بداية الموسم وقلت لهم البدايات مهمة جدا جدا، والبداية ضربة البداية مهمة جدا. يمكن لما يعني تلقينا هزيمة في أول هزيمة في الدوري، يمكن في أول ماتش في الدوري من طريق الجيش 2-0، وبعد كده الجدول برضو كان ضغطنا شوية، كان عندك بعد كده بيراميدز وبعدين الزمالك وبعدين فيوتشر كلها في الأول، يمكن ده أحد العوامل يمكن اللي احنا يعني كانت السبب يعني، لكن قدرنا نتجاوزها واشتغلنا. ويمكن يعني احنا قعدنا يمكن خمس ست مباريات بدون هزيمة في اخر قبل التوقف بتاع كاس الامم، وبرضو انا لاحظت ان التوقفات الطويلة ما بتبقاش ايجابية معانا، يعني بتوصل لفورمة وبتوصل لاداء كويس ونتائج، ولكن بيجي توقف وفترات طويلة جدا يعني لاحظنا ان هي ممكن تيجي على فرق ايجابي وممكن تيجي على سلبي. لكن الحمد لله وان شاء الله برضو الفتره اللي جايه احنا شغالين مع الجهاز الفني ومع اللاعبين عشان المباريات اللي جايه نقدر نجمع اكبر عدد من النقط تودينا في منطقه نسبيا يعني امنه بالنسبه لجدول السنه دي ان شاء الله. طيب خلال الايام الماضيه كان في قرار من حضرتك ومجلس الاداره برحيل كابتن كريم حسن شحاته، ايه اسباب رحيله؟ هو اساسا ما كانش في قرار من مجلس الاداره او من لجنه الكوره، هو الكابتن كريم هو اللي اعتذر هو اللي اعتذر عن استكمال المهمه. كابتن كريم بقاله معانا تقريبا اربع مواسم، هو معانا من نصف الثاني من سنه الصعود،
وأدى معانا فترات طويلة جدا بكفاءة وإخلاص. ويعني هو أكيد عنده مبرراته اللي هو شافها إن هو يعني في اللحظة دي هو واخد القرار دوت، وأكيد مبني على معايير بالنسبة له يعني. لكن طبعا بنشكره على الفترة اللي قضاها معانا، وده يعني حال في أي منظومة، في ناس بتيجي ناس بتروح ناس وبنتمنى له التوفيق يعني. خلال بطولة أفريقيا وتواجد أبو جبل مع المنتخب، تم الإعلان عن انتقال محمد أبو جبل للنادي الأهلي. فجأة ما تمش الانتقال، إيه اللي حصل بالظبط؟ يعني احكي لنا إيه الكواليس بقى. مفيش، هو زي أي حالة مفاوضات في انتقال لعيب، نفس المراحل اللي بيمر بيها. النادي اللي عنده الرغبة في الانضمام بيطلب، اللي بتبدأ المفاوضات ممكن انها تنتهي باتمام الصفقه، وممكن انها تنتهي بعدم الاتمام، ومفيش حد اعلى. بس مين اللي كلمك اصلا من النادي الاهلي؟ احنا عندنا سيستم بالنسبه للطلبات يعني، في بيبقى مدير التعاقدات مع مدير التعاقدات بيطلب، بعد كده بيبقى يعني بيبدا بيتعرض الطلبات بتاعه النادي بتاعنا مع يشوف الصدى بتاعها ايه عند النادي اللي طالب. كل ده في المرحله دي الصفقه ما تمتش، وبعدين ما حدش اعلن يعني. لو ترجع بالذاكره ولا نادي الاهلي اعلن ولا نادي البنك الاهلي اعلن، وده بيدل على ان الصفقه كانت في الاطار بتاع لسه اطار التفاوض، وبالتالي نقدرش تقول ان الصفقه تمت وبعدين تم التراجع عنها، ده مش موجود، ما حصلش يعني. ماشي، بس كريم حسن شحاته من ايام كان في احد البرامج التلفزيونيه وقال نصا ان السبب فشل انتقال ابو جبل للنادي الاهلي هو كابتن احمد شوبير واثنين لعيبه من النادي الاهلي. هل انت عندك معلومه عن الموضوع شخصي ده ولا ده راي شخصي؟ راي شخصي عند كريم، لكن انا كمسؤول في نادي البنك الاهلي ما عنديش معلومات تشير الى الموضوع ده، وانا بموقعي المسؤوليه لما اتكلم يبقى لازم يكون في عندي يعني وقايع او معلومات حاجه رسميه. حاجة بس رسمية. انت كنادي بنك الاهلي ما بعتش الاستغناء ولا اي حاجه خالص، ولا فلوس اتدفعت ولا استغناء ولا اي حاجه خالص، والدليل ان ما فيش اي من الناديين لم يعلن عن اتمام الصفقه. الطبيعي ان لما صفقه زي دي بتتم بيعلن عنها، لكن انا شايف ان هو بحكم اطراف الصفقه يمكن ده اللي ادالها اهتمام اعلامي، وخاصه ان احنا كنا في ام افريقيا فالناس اتكلمت ان مش هيتم الاعلان عشان المنتخب، وده برضو الكلام اللي اتقال ساعتها. فهل ده كان برضو سبب ولا انتوا فعلا ما اتفقتوش خالص؟ ما اتفقناش في انتقال بقى ابو جبل اصلا لنادي البنك الاهلي. كان طلع كلام ان حضرتك كان جالك المكتب وقطعت الورق، ايه القصه دي؟ لا طبعا، هو في بدايه المفاوضات يمكن يعني لما قعدنا مع بعض وانا اللي كنت موجود وكان معانا الزملاء المختصين في النادي، طبعا كان في مسافه كبيره تمام ما بين رؤيتنا ما بين رؤيتنا ورؤيته، وبالتالي كان لابد ان يعني احنا نوضح الموقف بتاعنا بالتفصيل على اساس ان ده يعني تعاقد واتفاق يتم سنوات طويله يعني. الموضوع عشان كده ما خلصش من اول قعده، كان في اختلاف في وجهات النظر، كان في تباعد، وبعد كده لما قعدنا جلسه واثنين وثلاثه بدا وجهات النظر تتقرب والصفقه تم. بعد هزيمه نادي البنك الاهلي من انبي بخماسيه كله قال ان خلاص قرار رحيل الكابتن طارق مصطفى هيمشي خلاص رسمي، حضرتك طلعت واكدت ان هو مش هيمشي وهو مكمل. انت شايف ايه يعني التمسك بالكابتن طارق مصطفى، وشايف هل دي كانت هزيمه يعني اللي هو ساعات بتبقى حاجه تقابل فرقه سوء توفيق فحصل النتيجه دي، ولا كنت شايف من وجهه نظرك ايه بالظبط القرار ان بقاء الكابتن طارق مصطفى؟ لا طبعا، انا الكابتن طارق مصطفى مدير فني كفء يعني، عمل مشوار طويل في المغرب مميز، من ساعه ما جه معانا بدات تحس ان في شكل الفريق بيلعب كوره. طبيعي ان بعض النتائج ما تكونش يعني هي المطلوبه او هي المتوقعه، وبالذات زي ماتش ام زي ما حضرتك قلته تحديدا يعني، احنا خارجين الشوط الاول 1-1 وما كانش الاداء ولا يعني الجهد اللي جوه الملعب بيشير الى النتيجه دي. لكن من وجهه نظرنا ان هو طبعا يعني الاندفاع في الهجوم يمكن كان زياده شويه، وما كانش معمول حساب الهجمات المرتده مع لعيبه صغار في السن، وده اللي ادى ان هو النتيجه تبقى ثقيله بالمنظر ده. ولكن يعني بتحصل كتير جدا يا استاذ حامد، لو بصينا للنتائج كتيره، النتيجه دي مكرره يمكن 3 مرات. ثقتنا فيه واقتناعنا بيه، ويعني انا مش من السهل جدا ان احنا كاداره كره في نادي البنك الاهلي بتاخد قرار التغيير.
الا لما بتحس ان هو بقى قرار حتمي ولا بد ان انت تاخده، والا هياثر على المسيره بتاعت الفريق. يعني بيقال ان عقود لاعبي البنك الاهلي بتيجي بعد الاهلي والزمالك وبيراميدز، الكلام ده صحيح؟ لا خالص، هي بس سمعه يمكن عشان احنا اسمنا مرتبط بالبنك الاهلي، لكن طبعا احنا العقود بتاعتنا يعني في الرينج الطبيعي خالص بتاع الفرق، طبعا لا ترقى الى الكلام اللي حضرتك قلت عليه. لكن طبعا يعني مش معقول ان انا كل ما حد يقول لي كده هقول له اللي هطلع له عقد ولا وريه، لكن طبعا لا ما فيش الكلام ده خالص. واجهتك مشاكل كبيره وانت بتتعاقد مع اللعيبه بسبب السمعه دي؟ طبعا، لكن انا عندي ميزه يمكن هي برضو موجوده عندي، الانتظام. انا عندي الانتظام في الدفع والانتظام في الصرف طالما الامور بتسير على الوجه الصحيح، وده يعني دوت نتيجه للرؤيه بتاعتنا في بدايه الموسم، ان انا بوزع البنود بتاعتي على قد الدخل اللي جاي لي، على قد التوقيتات اللي هتخش فيها، وبالتالي بيبقى عندي انتظام في الصرف وعدم تاخير طالما ان الامور بتسير على ما يرام. في مصارحه للاعيبه انت تاخد فلوسك كذا بتاخد كذا وكذا وكذا، وعندنا لائحه بقى مجزيه بالنسبه للحالات الثواب وحالات العقاب، الجهاز ماضي عليها، الاداره عاملاها ومطروحه على الجهاز الفني واللاعبين، وكله متفقين عليها وبنطبق اللائحه في الاخر. ومع الانتظام الصرف ده مهم جدا اعتقد بالنسبه للاعب، لان ممكن ما يلاقوهوش في اماكن كثيره. يعني شايف من وجهه نظرك اغلى لاعب في الدوري المصري يساوي كام؟ كانتقال الاول 5-7 مليون. 5-7 مليون ده يبقى اللاعب اللي هو طبعا الجن من الاخر. يعني اللي بيحصل في السنوات الاخيره ده غير واقعي خالص، يمكن بدات الدنيا تتحسن ويبقى فيها هدوء شويه بعد ما كان في سنين او مواسم حاجات يعني خزعبليه، يعني نفس الرينج، الدنيا كلها قريبه من بعضها. صح، دايما انا بتكلم كده معاه، يعني في ما عدا 5% سوبر، ويمكن 5% مش سوبر، 90% بقى يعني قريبين من بعض. شايف ان اللعيبه شبه بعض؟ طبعا جدا، تتوقف على الاداء والقتال والحماس والمهارات الفرديه اللي انت بتحاول ان انت تنميها، اسلوب حياتك، اسلوب معيشتك، حرصك على مواهبك، تنميه موهبتك، تثقيف نفسك، كل ده. لكن طبعا يعني كله شبه بعض. لو هتقول لي 3 لعيبه مختلفين عن لعيبه الدوري المصري كمصريين برضو، من وجهه نظرك مين هم؟ يعني ان شاء الله باذن الله لو سبت شويه كده هقول ليه لسه ما سبتوش. احنا بنتكلم كدوري مصري بشكل عام، لسه ما سبتوش، يعني هم برضو متذبذبين شويه. متذبذبين تمام. طيب، كان في مقوله بتتقال ان نادي البنك الاهلي دايما ما فيش غير مدير فني اهلاوي اللي هو الكابتن محمد يوسف كان موجود في البنك، وبعد كده كل مدربين البنك الاهلي لاجنبي لا زملكاوي. ردك على المقوله دي ايه؟ والله يا حمد احنا عمرنا ما بصينا للانتماء بتاع المدرب اللي احنا بنتعاقد معاه، يمكن هي الظروف اللي حكمت ان احنا في توقيتات معينه بيبقى مين المتاح ومين اللي موجود ومين اللي يناسبنا. المفاوضات بقى تحديد مع الانديه الكبيره، مثلا لما تيجي تفاوض مع الاهلي او الزمالك او بيراميدز، بتشوف مين المفاوضات اسهل او اللي هو تحس ما تدخل معاه في المفاوضات هيتعبك مين؟ خلي بالك هي يعني هم كلهم بصراحه يعني انا في بتربطني بيهم علاقات صداقه شخصيه، ودي بتقرب المسافات، ولكن هي بتتوقف على اللاعب، مين اللاعب؟ مين اللاعب اللي انت عايزه؟ لكن انا يعني تعاوننا يعني اتكلمنا كذا مره مع الزمالك، مع الاهلي، مع بيراميدز، الامور كلها ما كانش فيها صعوبه ولا كان فيها مطبات، ولكن بيبقى يعني المجال في المجال التفاوض بالنسبه لاهميه اللاعب بالنسبه له وبالنسبه لي. شايف التحكيم السنه دي بشكل عام شايفه ازاي؟ وشايفه مع وجود الفار وفي اخطاء تحكيميه وفي برضه مشاكل، انت كنادي بنك اهلي اتظلمت؟ اتظلمت طبعا، وعبرنا عن وجهه نظرنا في مذكرات احتجاج بعتناها، ويمكن كانت في مواقف كتيره جدا يعني الكل اجمع عليها. على سبيل المثال ماتش فاركو انا لاعب بدون فار خالص، يمكن الفريق الوحيد. طب وانت ليه وافقته ساعتها ولا انت ما بتبلغش؟ انا ما عنديش الامكانيه ان انا ارفض. ليه بقى؟ انا بقى هو طبقا للقانون كده، انت بس بتخطر من حكم المباراه ان المباراه بدون فار، لكن ما عندكش ما
ما عندكش يعني هو في اللائحة ما يعني دي لائحة ما تقدرش ان انت ترفض ان انت تلعب دي لائحة جاي الاندية اللي انت لو ما فيش فار تلعب ما تقدرش تلعب بدون ما تقدرش ما تلعبش تلعب يعني ماتش فاركو كان من اول ماتش الحكم جاب الكابتن بتاعنا وبتاع فاركو قالك ما فيش فار واتهزمنا في الماتش ده بجون فاول 100% باجماع الاراء وطبعا النتيجة ان ما فيش فار خسرنا الماتش ماتشات تانية كتير يمكن ماتش الزمالك يمكن ماتش الزمالك الطرد بتاع اسامه فيصل يعني انذارين الانذار الاولاني كان مجرد تعبير عن وجهه نظر اسامه بيقول له كوره كورنر مش ضربه مرمى قد انذار الكوره الثانيه فيها احتكاك فعلا حسب يعني لا ترقى الى ضربه جزاء من وجهه نظر الحكم اوكي لكن لا ترقى الى التمثيل وبالتالي خسرنا اسامه فيصل في الماتش وخسرنا اسامه فيصل في الماتش اللي بعده ودي كلها وقائع بتأثر على نتائج مسيرة الفريق الحكم بيخترق اللي ما فيش بار وما يحقش لك اللي انت ما تلعبش المباراة طيب انتوا كرئيس نادي هل تواصلت مع رؤساء الأندية الأخرى وتتكلموا مع الرابطة ان لازم يكون في اعتراض او يكون في حل للموضوع خلاص بقى انت الكلام ده بقى المفروض في الموسم الجديد بقى تشوف اللائحة وتشوف ازاي تعالج البند ده حلو انت في دماغك البند ده بالنسبة لك مهم جدا وبعدين مثلا عندك على سبيل المثال ثلاث ماتشات بتوع كاس الرابطة انا لاعب بره ارضي اول ماتش ودونا الجونة وبعد كده قال لك روح العب في برج العرب والماتش ده بتاعك روحنا برج العرب طب ما فيش اعتراض ما فيش وقال لك ده الماتش بتاعك ومصر بيلعب في برج العرب المصر عشان مشكله المصر وراح برجعك على المقاولين في مقاولين الدوري لعبت ثلاث ماتشات في اسكندريه ورا بعض لعبت 13-2 مع سموحه 25-2 مع الاتحاد 1-3 مع فاركو وماتش فاركو ده كان متحدد له في الجدول 15 مارس في استاد برج العرب قبل الماتش بيومين جالي جواب الماتش 1-3 في المكس طب وهل ما فيش لك حق الاعتراض برضه في اللائحه بنبعت وترتب طب الحاج عامر حسين مش هتروح الملعب بس هل لحق لك في الرابطه اللي انت تنسحب او لحق خالص كبند في خالص يقول لك انا اخترتك بتغيير ميعاد الماتش والمكان والموعد فانا يعني لعبت ثلاث ماتشات في اسكندريه في الدوري ورا بعض حد يقول كده يعني لا طبعا العب 13 فبراير و25 فبراير و1 مارس ثلاث ماتشات في اسكندريه لا وبعدين كمان الفتره طويله فانت هترجع اللعيبه القاهره وبعد كده ترجع اسكندريه ولا هتقعد في اسكندريه جبتوا لي من 15 مارس ل1 مارس وغيرت الملعب من استاد برج العرب لاستاد الماكس ومن غير بار لا كتير طب لو انت هتوجه كلمه للحاج عامر حسين تقول له ايه فيش طبعا يعني حاج عامر انا طبعا عارف الضغط اللي عليك والاعتبارات اللي انت بتتعرض ليها على كل المستويات لكن طبعا حاجات بالمنظر اللي انا بقول عليه ده المفروض انها تترعى يعني العب ثلاث ماتشات ورا بعض في الدوري في اسكندريه مش طبيعي ومن النوع ماتش يبقى تغيير الميعاد وتغيير الملعب وما فيش فار طب هسألك سؤال هو انت دلوقتي كنادي بنك اهلي انت ما عندكش ارتباطات افريقيه ده وكان متحدد لك ماتش يوم 15 وفاركو نفس الكلام ايه الفكره اللي استدعى ان الماتش ده يتم ترحيله بعد ما كان 15 يجي يوم واحد هو ما حدش بيقول لك يا استاذ حامد ولا حد بيقول لك ايه السبب ولا حد بيقول لك يعني هنعمل كذا عشان كذا ولو انت بعت قلت يا جماعه ليه كده محدش يرد عليك انا بعت السنه دي مثلا 3 4 جوابات ومذكرات احتجاج ولا حد رد عليك حتى قال لك احنا الموضوع ده عشان كذا او عملنا ده طبيعي ان محدش يرد عليك طبعا طبيعي مش حد بيرد على حد طب انا انت رئيس نادي ونادي بيلعب في دوري ممتاز ونادي بعت مذكره رسميه ما ده اللي حملوا عليك مفيش اجابه ما فيش اجابه على اي موقف انت تعرضت له وبتبعت تستفسر عنه يعني انا العب ليه ثلاث مباريات في الدوري ورا بعض في اسكندريه العب ليه ثلاث مباريات في الرابطه بره ارضي العب ليه مباراه بدون فار طب ما انت لو عارف ان الفار عطلمه تاجل ماتش وخاصه ان هو كان 15 وانت رجعته لي اليوم واحد لا وخاصه انت مش يعني هو شكل الجدول اصلا يعني حدد انا وفاركو لا عندنا ارتباطات افريقيه عليه. ولا محليه ولا دوليه ولا اي حاجه فانت الفريقين دول هيلعبوا يعني بدون اي مؤثرات خارجيه خالص لكن طبعا حاجاته وبعدين يعني كان الواحد متعشم في بدايه الموسم مع وجود خبير اجنبي على راس لجنه التحكيم ان الامور تتحسن يعني شايف ان التحكيم برضه ما اتحسن لا طب شايف الافضل يبقى اصلا اسره الحكام اجنبي ولا مصر مصر شايف ما فيش فرق لا طبعا ما هو يعني هل في اي حد ملاحظ ان في فرق التحكيم كل الانديه بتشتكي كبير وصغير
من وجهه نظرك شايف الجدول ان فريق يلعب 21 ماتش والتاني يلعب 19 والتالت 15 ده طبعا الكلام ده مش موجود في اي حته، واللي حوالينا كلهم نفس الظروف. يعني المغرب هو بيلعب منتخب بيلعب، والانديه بيلعب بتلعب افريقيا بتلعب كونفدراليه ودوري ابطال وتونس والجزائر وكله جدوله منتظم. لو لقيت مثلا فرق ماتش او ماتشين بالكتير قوي، شايف من وجهه نظرك لو دلوقتي في اجتماع اللي هو اشرف نصار ورؤساء الانديه في مصر ورشطة لين الموسم الجديد، كان الكابتن حسام حسن كان اتكلم في تصريحات صحفيه ان الدوري الموسم الجاي لازم يكون من دور واحد، لازم يكون في حل. شايف من وجهه نظرك ايه الاقتراح اللي انت ممكن تقدمه علشان نقدر نكون زينا زي بقيه دوريات العالم؟ احنا في سنه الصعود بتاعتنا كان موسم بتاع كورونا، ويمكن الموسم ده كان هو السبب لان احنا توقفنا النشاط كله توقف من مارس ليوليو، ولما جه يستأنف في يوليو كنا احنا من اوائل الناس اللي قلنا يا جماعه لابد من قرار استثنائي، وعندنا فرصه السنه دي للاسباب بتاعت كورونا والعالم كله، ففرصه ان القرار الاستثنائي يتاخد في الموسم ده، وليكن الغاء الدوري اللعب دور واحد، وبالتالي بعد كده ننتظم في المسابقات الطبيعيه بقى تبقى طبيعيه. يعني انت عندك الدوري الانجليزي فاضل له 4-5 ايام او اسبوع. لا هو كمان في الدول العربيه، هو كمان مش بالدوري، قلت لك المغرب وتونس يعني حتى السعوديه دلوقتي الدول اللي هي المشابهه لينا وبتلعب نفس البطولات ونفس المشاركات. فقلنا الموسم ده 2021 فرصه، لان لابد ان انت هيجي لك وقت ان انت تاخد قرار استثنائي. ما اتخدش اياميها وقال لك لا الانديه مش موافقه، واستمرينا وخلصنا في اغسطس على بدايه سبتمبر. كان مين النادي اللي ما كانش موافق؟ ما قالوش، احنا بس بعتنا الاقتراح بتاعنا اياميها. كنت معاه الغاء الدوري او لعبه من دور واحد؟ لعبه من دور واحد، وكان السنه دي عندك المبررات والاعتبارات، واوريدي اللعيبه كانت جايه من فتره توقف طويله جدا. يعني قاعد من مارس ليوليا في البيت، حتى لو بيعمل تمارين او اي شيء بيعملها في تمارين بيته يعني، غير المباريات وغير الاحتكاكات. وكانت فرصه، انت يعني نشاط متوقف 4 شهور وتيجي ترجعه، وبعد كده تفضل تقعد لغايه اكتوبر وتبدا الدوري الجديد. يعني هو السنه دي اللي عامله لنا المشاكل لغايه دلوقتي، ولا بد برضه ان انت هيجي لك موسم هتضطر ان انت تاخد فيه قرار استثنائي، وده اللي بيدرسوه دلوقتي الموسم اللي جاي، ان هو يبقى فيه يعني دور واحد، وان هو بعد كده السته اللي فوق يلعبوا على البطوله، ومثلا الثمانيه اللي تحت ولا الثمانيه والعشره يلعبوا على الهبوط، عشان نقدر ننتظم الدنيا بعد كده. لان انت برضه المشاركات لا تتوقف، انت عندك كاس الامم الافريقيه برضه، وعندك كاس العالم الانديه، لا ودلوقتي كمان في السوبر الافريقي، السوبر الافريقي وفي دوري الابطال والكونفدراليه. ده كمان احنا بقى لنا يمكن موسمين ما بنشاركش في البطوله العربيه او ما بتتعملش اساسا. طب انت مع رأي ان هو يكون دور واحد؟ هو اللي هو كان المقترحين والرابطه اللي هو شبيه بالنظام البلجيكي، مع وجود الاختلافات اللي هي بالنسبه لنا وبالنسبه لهم، اعتقد هم 16 فريق بس. لا بس هو الدوري البلجيكي عموما هم كانوا بيعملوا كده علشان يطولوا المسابقه، ما هو عشان هم 16 فريق، عشان 16 فريق. ايوه فاحنا بقى عندنا احنا المفروض احنا عايزين نأهل. ما هو انت عشان يعني الوضع ان هو تلعب دور واحد وبعد كده او ويلعب الفرق اللي فوق والفرق اللي تحت، ده اعتقد هيوفر لك شهرين اللي انت محتاجهم. يعني السنه دي لو الدوري خلص نص 8 بعد كده يخلص نص 6 يبقى كويس، يبقى معقول. شايف المشكله اللي ما بين المنتخب والانديه على تحديد الاهلي في انضمام اللعيبه للمنتخب، شايفها زي من وجهه نظرك مع ان اللعيبه تنضم بدري، ولا مع اللعيبه اللي هو تمشي لوائحيا بنظام الفيفا ان انت اللعيب يروح في الميعاد اللي متحدد ليه؟ طبعا هو يعني في الاخر اللوائح لما بتطبق ويتم الالتزام بيها بتريح الكل، لكن الخروج عن اللائحه هيحق للنادي اي نادي ان هو يعترض. انا متفق على كده. يعني انا النهارده عندي لعيب مثلا يوا النور ده في المنتخب التوجولي، انا جاي لي جواب ان هو مستدعى للمنتخب من 4-13/6، خلاص هو ده الاجنده الدوليه واللي هو الاتحاد الدولي سامح بيه. عندنا ظروف تانية، ظروف خاصه، لابد طالما انت هيبقى في استثناءات من اللائحه يبقى باتفاق الطرفين، يبقى انا عندي اللائحه هي اللي بتطبق، والا ايه لازمه اللوائح؟ يعني ايه لازمه اللوائح طالما انا يعني هحاول اتجاوزها من طرف واحد؟ كان في كلام خلال الفتره الاخيره عن رغبه النادي الاهلي في التعاقد مع عصام فيصل، الكلام ده صحيح؟ لا ما حصلش اي
كلام لا شفوي ولا ودي ولا رسمي بخصوص طلب النادي الاهلي اسامه فيصل. هو اسامه فيصل دلوقتي لاعب بنك البنك الاهلي. دلوقتي لاعب البنك الاهلي، وان شاء الله هو مركز معانا في الفتره اللي جايه، وبعد كده ان شاء الله اولمبياد بتاعت باريس، وبعد كده نشوف الموقف ايه. هل في شرط جزائي في عقده؟ هل في نسبه لاعاده بيع للزمالك ولا لا؟ مفيش تسبع اعاده بيع. مفيش. لا مفيش. بس في شرط جزائي في عقده؟ ده بيننا وبينه بقى. يعني في شرط جزائي بيننا وبينه. تمام. طيب خلال الفتره الاخيره هل في رغبه من انديه الاهلي او الزمالك او بيراميدز في التعاقد مع لعيبه من نادي البنك الاهلي، ولا مفيش اي حاجه؟ لا 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 خالص، مفيش حد طلب حتى بصفه وديه او بصوره شفويه يعني. واعتقد ان الكلام ده سابق لاوانه. انت لسه عندك الموسم ممتد لغايه شهر 8، والكلام بتاع الانتقالات وطلب اللعيبه ده اعتقد بيبدا ينشط قبل نهايه الدوري باسبوعين ولا حاجه. كان في كلام في يناير ان انتوا طلبتوا عوده ناصر منسي تاني. ناصر منسي كان موجود في البنك الاهلي، راح الزمالك، كنت حابين يرجع تاني. هل ده كان بنيه البيع ولا كان اعاره ولا كان ايه بالظبط اللي حصل؟ لا، هو كان لسه الزمالك بيدرس موقف اللعيبه اللي عنده بالتنسيق مع المدير الفني اللي كان اياميها لسه يعني موجود وبيشوف اللعيبه. وكنا احنا عرضنا ان هو لو في نيه الاستغناء عن ناصر منسي ان احنا عايزينه يعني، لكن في النهايه المدير الفني استقر عليه واستقر ان هو يستمر مع الزمالك. هروح بقى لاخر فقره، فقره الاخبار السريعه. افضل رئيس نادي في مصر. يعني هو مش رئيس نادي قد ما هي تبقى منظومه يعني. افضل رئيس منظومه رياضيه في مصر. رئيس منظومه رياضيه يعني، مش لازم يبقى كره قدم يعني. طب مش عايز اجاوب. مش لازم يبقى كره قدم يعني، لكن عندنا يعني عندنا اتحادات وعندنا انديه كتير جدا متفوقه، وبالتالي يعني هي بتتوقف على وضع النادي، لكن طبعا يعني المنظومه الرياضيه بتاعت النادي الاهلي جديره بالله. تمام. النادي الاهلي. افضل مدير فني حاليا في الدوري المصري، اجنبي ومصري. يعني انا معجب بالمدير الفني بتاع بيراميدز. افضل حارس مرمى في الدوري المصري. هو في حراس اصيبوا. طب مين بالنسبه لك من اللي تمت اصابته؟ انا يعني ابو جبل يعني حارس متميز وعنده موهبه، ولو اشتغل على نفسه اكتر كمان هيبقى الحارس نمره واحد. حارس انت شايفه دلوقتي يعني محتاج يشتغل على نفسه عشان يبقى نمره واحد؟ المنافسه صعبه مع حراس تانيين وبالذات الشناوي. لاعب من الزمالك تتمنى ضمه للبنك الاهلي في الموسم الجديد؟ طبعا يعني هو بالتاكيد يعني زيزو. تدفع فيه كام؟ يعني لازم هو كمان يراعي ان هو جاي نادي البنك الاهلي. وهيسيب الزمالك. لو هيسيب. تمام. لاعب بتتمنى ضمه من النادي الاهلي في بدايه الموسم؟ امام عاشور. امام عاشور برضه يعني انت كده بتتكلم في التوب. هو انت هتدفع كام عشان تجيب امام عاشور؟ لو وافقوا نتكلم. لو وافقوا نتكلم. من وجهه نظرك شايف مدرب لم يوفق مع نادي البنك الاهلي؟ بابا فاسيليو. هو فاسيليو مدرب كويس جدا، الراجل صاحب رؤيه وعنده يعني دايما لما كنا بنتكلم مع المنظومه او بالشاء التدريبات عنده فكر، عنده فكر في كره القدم، لكن الظروف ما ساعدتوش. شايف ان الانديه الاستثماريه في الدوري المصري سواء زد سواء بيراميدز سواء طبعا البنك الاهلي، شايفهم هل يعني في قصور من ناحيه الادارات الانديه ان الانديه دي تكون في مكان تاني؟ يعني بمعنى بيراميدز مثلا كميزانيه اكبر من اكبر الميزانيات في الدوري المصري، لم تكن تتفوق على الاهلي والزمالك، وشايف لم يحقق اي بطوله حتى الان. شايف من وجهه نظرك ده بيبقى سببه ايه؟ خلي بالك يعني انا اساسا ما بحبش التفرقه، يقول لك انديه الشركات وانديه الجماهيريه وانديه الاستثماريه، هي كلها منظومه كره القدم، وده مش حاجه فريده في الدوري المصري، ما هو في العالم كله يعني. والعالم كله النهارده الكوره بقت صناعه. فيعني القصه التصنيفه دي انا اساسا يعني ما بحبهاش يعني. لكن طبعا ما فيش شك ان الظهير الجماهيري بالنسبه للانديه بيبقى مهم جدا، وبيبقى عامل يعني كبير في التفوق بالنسبه للنادي والحصول على البطولات. ست لو اشرف، انا مبسوط جدا النهارده ان انا كنت معاك، وسعدت جدا بلقائك، واتمنى لك التوفيق طبعا مع نادي البنك الاهلي. بشكل جدير يا استاذ حامد، نورتونا في نادي البنك الاهلي، ونتمنى ان دي تكون البدايه وتتكرر ان شاء الله، وسعداء جدا بوجودكم معانا. ربنا يخليك، وان شاء الله بقى نجيلك المره الجايه في بطوله بقى ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، انتظرونا في حلقه ثانيه من برنامج 1 on 1. سلام.